جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول: أنا أعمل راعي غنم ولي مرتب معين، كيف تكون زكاة هذا الراتب جزاكم الله خيرا؟ وهل أخرج نفقتي ونفقة أولادي منه والزكاة على المتوفر فقط؟ وعلى يقول: أنا راعي غنم ولي راتب معين، كيف تكون زكاة هذا الراتب؟ هل هي على الراتب كله أو بعدما يتم حسم نفقتي ونفقة أهلي وأولادي جزاكم الله خيرا؟ الذي له إيراد شهري يتكرر كالراتب وغير ذلك يتوفر لديه دراهم يحتفظ بها، هذا الأحسن له والأسهل عليه أن يعتبر شهرا من السنة موعدا لإخراج زكاتي ما تجمع لديه مما تم حوله وما لم يتم حوله، لا يسعه إلا ذلك. أما لو قلنا أنه يتقيد بتمام الشهر مع كل مبلغ لشق ذلك عليه، فيعتبر شهرا من السنة موعدا لإخراج زكاته إلى مثلها من السنة القادمة، ويكون الذي تم حوله أخرج زكاته في وقتها وقت وجوبها، وما لم يتم حوله فقد عجل زكاته، وتعجيل الزكاة جائز لا سيما للحاجة. نعم.